حول الرياح. أولا ننظر إلى سيرورة الرياح. انتبه للصورة. تحدث الرياح بسبب حركة الهواء. تحدث حركة الهواء بسبب الاختلافات في ضغط الهواء. يحدث الاختلاف في ضغط الهواء بسبب الاختلافات في التسخين. يتعرض الشرق لأشعة الشمس الحارقة بينما لا يتعرض الغرب للشمس. لأن هناك تسخين هنا، فإن الهواء يتبخر لأعلى، بحيث تضغط كمية الهواء على سطح الأرض، أو يصبح ضغط الهواء عند الحد الأدنى، لأن بعض الهواء يتبخر. ما زلت أتذكر عملية ضغط الهواء، أي أنه يتبخر ثم يتحرك جزئياً لأعلى وجزئياً، وإعطاء منطقة أكثر برودة. هنا يكون الضغط زا، كمية الهواء التي تذهب هناك يصبح الضغط كثيراً. هذا هو الحد الأقصى لضغط الهواء. حركة الهواء من أقصى ضغط إلى منطقة الضغط الأدنى، هذا يسمى الريح. على سبيل المثال، هنا جاكرتا وهنا بيكاسي. في الصباح ترى المنطقة الشرقية أن الشمس تشرق أولاً، الضغط التلقائي ناقص أولاً، ثم ستنتقل الرياح من اتجاه جاكرتا إلى بيكاسي، ثم بعد الظهر تتغير الشمس إلى الغرب. لا تزال جاكرتا ترى الحرارة، في حين أن بيكاسي لم يعد يرى حرارة الشمس بعد الآن. يجب أن تفهم أولاً عملية الريح. استمر في فهم الريح. وفقاً لشخصية بايز بالوت، هو قال ذلك: الرياح هي الهواء الذي ينتقل من منطقة الضغط الأقصى إلى منطقة الضغط الأدنى. لاحظ أن هذا قطبي، إنه مناخ استوائي حار، ثم يكون شبه استوائي والنصف حار، ثم تحت القطبية فهي نصف باردة، ثم أقطاب قطبية أو مناخات باردة. ثم تخيل فقط هذا المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي وشبه القطبي والقطب البارد. الشمس في المناطق الاستوائية على مدار السنة، من بين كل خطوط العرض هذه، توجد الأكثر سخونة في الوسط أو هنا، لأنه الهواء الذي يتبخر إلى أعلى أكثر. نتيجة لذلك أدنى ضغط جوي. ثم ماذا عن القطبين؟ هنا العكس، برد، لا تبخر تصاعدي، نتج عنها الكثير من ضغط الهواء، بحيث ملأ الضباب المنطقة لمدة 24 ساعة. لذا فالرياح هي الهواء الذي ينتقل من منطقة الضغط الأقصى إلى منطقة الضغط الأدنى. ثم يتم ذكر النقطة الثانية. إلى الشمال يتجه خط الاستواء إلى اليمين، ويتحول جنوب خط الاستواء إلى اليسار. انطلاقاً من اتجاه الريح، يحدث انحراف الرياح بسبب دوران الأرض الذي يسبب قوة كوريوليس، وهي القوة التي تسبب الانحراف في اتجاه الحركة بسبب دوران الأرض. إذا كانت الأرض لا تزال، هذا ما يحدث. لذلك فقد ثبت أن الرياح هي الهواء الذي ينتقل من منطقة الضغط الأقصى إلى منطقة الضغط الأدنى. انظر إلى الصورة، هذه منطقة قطبية، ثم قطبية، ثم شبه استوائية واستوائية. إذا ترجمنا هذا مناخ حار، نصف حار، إنه نصف بارد أو متوسط، وهو بارد. يمكنك أن ترى هناك الشمس. تضرب الشمس المناطق الاستوائية في تبخر الهواء. عندما يتبخر الهواء لأعلى، تقل كمية الهواء أو ضغط الهواء فوق الأرض أو سطح الأرض، نقول الحد الأدنى من الضغط.
ثم صعد البعض وانقلب البعض، يرتفع البعض إلى السماء ولكن جزء صغير فقط، ثم يدور جزء منها لأن الرياح جسم غازي تملأ طبيعته مساحة فارغة، من القطبين إلى المناطق الاستوائية، من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى، مثل على الأرض أين كانت الدجاجة أم البيضة، هذا ما يشبه الريح، لن تنفد الرياح أبداً على سطح الأرض بسبب الدورة، كل ما عليك أن تعرفه أن اتجاه الرياح سيكون مختلفاً. هنا تنقسم الريح إلى ثلاثة، أولاً، الرياح شبه الاستوائية باتجاه المناطق المدارية، والثاني من القطب نحو القطب الفرعي، والثالث شبه استوائي باتجاه القطب الفرعي. هذا ما يسمى بفترة الحرارة الاستوائية، ثم قابل الهواء البارد من القطبين، وأمطرت غزيرة،